ندين التفجيرات الإرهابية، ومهما استمرت التفجيرات الإرهابية لم تثنينا عن موقفنا. الله يرحم الشهداء دمشق، ونحن كتير يعني زعلنا، وحسبي الله ونعم الوكيل. رحمة للشهداء، الله يجعل مسواهم الجنة. هذا مو إنسان اللي يسوى هالشي هذا، لأنه هدول عدا مؤاخذة هدول أبرياء. نحن أبلى وأبلى وأبلى ما سنوا عن عزيمتنا، وهي ما رح تسني عن عزيمتنا، والله يرحم الشهداء يا رب. نحن أول شيء مدينة التفجير اللي عم بصير في الشام، وهذا بدل أن هن الحمد لله فلسوا ما بقوا عندهم شيء، ولذلك عمل إرهابي شنيع، وإن شاء الله نهايته قربت، وهن فلسوا من كل شيء وصاروا يقوموا بأعمال تخريب وأعمال تفجير، بلد يخوفونا، بالعكس هالشيء ما بيزيدنا غير إرادي وتصميم على البقاء في بلدنا، وإن شاء الله بإذن الله منصورين. هاي التفجيرات فجروها اليوم بدمشق ما راح تأثر علينا، وراح تزيدنا قوة وإصرار على مكافحة الإرهاب. أصلاً هاي التفجيرات عم يسووها هن ليخربوا مؤتمر جنيف، ليخربوا مؤتمر أسيتانا، هذا المؤتمر اللي عم بيحاول انه يحوي حل للازمه السوريه، وهن ما بدهم حل الازمه السوريه، هن ارهابيين. نحن ندين هذا العمل لانه عمل اجرامي، هذه التفجيرات لا يقبلها الانسان ولا الضمير ولا الاخلاق، هذه التفجيرات بتزيدنا قوه وايمان وعزيمه. نحن ندين هذه التفجيرات الارهابيه، وهي التفجيرات بالعكس بتزيدنا ايمانا وصمودا وتحدي، وهي ما بتعمل معنا شيء، وهذا دليل على افلاسهم، اني ما ضل عندهم شيء يقاوموا فيه ويعملوا غير هاي التفجيرات الارهابيه اللي عم بيساووها. ورحنا بكل صمود وبكل امل، ما بنخاف من شيء ابدا ابدا، وايش من عملوا وايش من صاروا رحنا صامدين. بالنسبة لهالشيء صار بالشام، هذا الشيء كله حرام بحرام، هذا ظلم بظلم، هدول ما بيعرفوا لا الله ولا بيعرفوا الدين، وبعيدين عن الدين، بعيدين عن رب العالمين. ما بنخاف، ومهما يفجروا، مهما يعملوا، نحن راح نضل صامدين، ما بيهمنا لا التفجير ولا إرهاب ولا شيء بالدنيا، نحن صامدين لآخر شيء بالحياة. والله نحن مستنكر هذا، بتصور هذا ضعف من هالمجرمين اللي ما عم يدمروا غير اماكن عامه، اماكن يقطن فيها المواطنون. فللاسف الشديد انا بتاسف لهالناس يكونوا بهالمستوى رخيص، وقصر عدلي، يعني قصر لتحقيق العداله. هذول قذرين، هذول جماعة قذرين مرتزقة. يرحم الشهداء والله، وهذه أعمال ما حدا بصراحة بيرضيها. أولاد هذول مثل ما عم شغلوهم برا بيشتغلوا. الله يرحم جميع الشهداء، ونحن من دين هالتفجيرات كلياتها، ومن دين الرعي تبعه. ندعي الكل للسلام، ندعي الكل للأمن، لا للإرهاب ولا للظلم ولا لكل أي عمل إرهابي في العالم. نحن دين السلام، دين المحبة، دين الوئام. بلد سوريا كان طول عمره حضن لكل الناس، لكل الأوطان، فنحن نتمنى يرجع الأمن والسلام والشعب يرجع لمكان. نحن ندين هذا الإرهاب على سوريا، وإذا دلش هذا الإرهاب على شيء فإنه يدل على ضعف المجموعات الإرهابية المسلحة. الإرهاب غزا سوريا بسبب انتصارات الجيش العربي السوري. هاي التفجيرات اللي عم تصير ببلادنا سوريا، هاي التفجيرات إرهابية، وهذا على عمل إجرامي. نحن ندين هذا العمل الإجرامي. نحن نتحدى الإرهاب بانتصارات الجيش العربي السوري، لأنه قام ينتصر يوميا ويسيطر على مناطق كثيرة. الإرهاب بدهم ينتقمون من ناحية التفجيرات. ندين هالتفجيرات، ونحن ضد الإرهاب. نستنكر بشدة هذا الإجرام وهذا العمل المشين اللي استهدف مدنيين، استهدف أبرياء، استهدف مواطنين. يمكن كل واحد منا بيعتبر حاله كان موجود بالقصر. الله يرحم الشهداء.
بدليل العجز اللي هن كمان واقعين فيه اكيد، لانه ما طالع كمان بيدن شيء، ونحن كمان صمودنا صمود كبير، وان شاء الله بنضل كمان هيك تحت رايه سقف الوطن. هذول ما عندهم رحمه، ما عندهم الله، ما عندهم رب، هذول يتبعوا لربهم، هذا كله ارهاب. مهما فجروا مهما راح شهداء من عنا ما راح تحطم معنوياتنا اكيد، يعني لانه احنا معنوياتنا قويه كثير، اكيد هي ضعفنا، لانه ما قادرين، انه هي تفجير دليل ضعفهم، ما قادرين نوصل اللي بدهم اياه بالسلاح، عم يفجروا يهربوا، عم يزرعوا يفجروا يهربوا، مش قادرين يوصلوا اللي بدهم اياه، هذا دليل لضعفهم وخسارتهم بس. نحن شو من صار، نحن شعب سوري صامد ومعروفين بمواقفنا الصامدة والشريفة. هدول ناس جبناء وغدارين بدون يحاولوا يخربوا علينا بالأستانة أي حل سلمي، والجبن هذا من طبعهم هي أول مرة. فنتمنى أن الجيش يضل يضرب إيد من حديد، لأنه استمراره بإيد من حديد هذا بيوقفوا آخر شيء عند حدهم. أكيد مكافحة الإرهاب ما رح تكون بأنه إحنا نستسلم لهم إذا ضربوا هون ولا هون، إن شاء الله بيستمر الجيش بانتصاراته. نحن من دين بأشد العبارات تفجيرات اليوم اللي صارت بدمشق، وهي الأساليب الجباني معنا بعيدة عنهم ولا أنا غريبة عنهم. طبعا هنهم بدهم يصبطوا من هممنا وعزائمنا، بس راح نضل صامدين، وكونه ما بيقدروا يواجهوا الجيش مثل ما حكينا بوجها لوجه فبيعتمدوا هيك أساليب يعني جباني ومنحطة وسافلي أمثالهم. أكيد الإرهاب ما له دين، بيخرب البلد، خربوا الارهابيين، ما في غير هالشيء هذا. الله يخرب، الله يخرب بيتهم. شو بنقول لكم هيك، ومهما عملوا ومهما فجروا رح منتصرين ان شاء الله وصابرين. نحن ضد اي عمل ارهابي، وهدول ما يجمعون لهالارهابيين، وين في وسخ بهالدنيا موجود جابوه على سوريا مشان يعملوا بلبلي بهالبلد ويدمروا هالبلد. فالله يرحم جميع هالشهداء ويشفي هالجرحى، ونحن مع قائدنا ومع هالجيش، والله ينصر الجيش وان شاء الله منتصرين باذن الله. الواحد بيحاول يعمر بلده مو يدمر بلده.